قبل ما تصير الحادثة متاع الكورونا، معناها في العام اللي فات، معناها ديسمبر اللي فات، معناها كانت الحياة ها وين نمشي ونخدمه، معناها راجلي يخدم بالنهار، معناها الحمد لله راضين بالوضعية نتاعنا وبالدخل نتاعنا. جات الكورونا حبست كل شيء، معناها زوجي عاطل عن العمل، أنا كيف كيف في الدار، معناها وعندي زوج صغيرات لازم معناها يقرأ ولازم معناها واحد يوفر لهم. هكا هو عاد بقينا كاكا، معناها ما إنسان واقف بس حابس. بحكم الكورونا مسكرة توكيك البلاد، ما فهمش مورد رزق آخر. حبيت أنا نساعد في مصروف الدار، نساعد راجلي في مصاريف. معناها واحد، معناها بقينا منها خايفين على رواحنا، على صحتنا، معناها منها خايفين كيفاش باش نوفروا معناها القوت نتاعنا، كيفاش باش نعيشوا. عندي أرض مانيش مستغليتها، حبيت معناها حتى باش نزرع فيها شوية بطاطا، شوية جلبانة، شوية بصل، معناها نستنفع أنا ونستنفع غيري، معناها ناكل أنا معناها ونوكل غيري وندخل نعمل مدخول ليا ولصغاري، معناها ونعاون راجلي. قبل ما استثمرتش الأرض خاطر دخل راجلي ما يوصلش باش نعمل، باش نحرث، باش نشري الزراعة، باش نزرعها، فهمتني؟ دوب معناها مصروف دار وصغار هكا هو. اللي كان موقفني قبل كوني ما نخدمش أرضي وما نستنفعش منها وكل شيء، هي قلة الإمكانيات والتشجيع. نهار معناتها هزيت ولدي يقرأ للمكتب، أنا هكاك وجيت مرأة معناها سمعت من العباد أخرين، معناها قالت راهو فما هكا جمعية تعطي في معناها تعاون بشوية زرارة للنساء. مشيت بحذايا جارتي، معناها قلت لها تحبش نمشي نشوفه، معناها مشينا، معناها ما مستنيناش الغدوة، معناها بالوقت مشينا قيدنا. قال لك معناها عندي جيراني واحد جو حكوا لي على الجمعيه، قالوا لي ثم جمعيه معناها تعاون المراه الريفيه، فهمتني؟ ومشت قايده، فهمتني؟ والحمد لله معناها تجاوبوا معاها، فهمتني؟ سمعت بالبرنامج هذا نساوين قاعدين يحكوا فما جمعيه دورة الشمال تساعد المراه الريفيه، تساعدها في طرف خضره تزرعها، معناها من بام ما ديناش 3 أيام 4 أيام، معناها يكلمونا يعطيهم الصحة، ومعناها وعلمونا معناها اللي احنا اللي هم وافقوا علينا وكل شيء، معناها فرحنا. المشروع هذا اسمه تنمية القدرات الذاتية وتنمية التمكين الاقتصادي للمرأة، اللي منجز من طرف جمعية دورة الشمال بتبرخ بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبدعم مباشر من جمعية أكسيون أسوسياتيف وسيديال في إطار بارول أوفام. هو مشروع يمس 20 امرأة متوزعين على منطقة ملولة ولاد عمر الحمدية الفجة، والمشروع يهدف أساساً إلى تنمية القدرات الذاتية للمرأة وخلق مواطن رزق بعد جائحة الكورونا. جائحة الكورونا اللي بدأت من فيبري ومن مارس ثم تواصلت حتى كونفينمون حتى الأواخر جوان، أثرت تأثير كبير ياسر على العائلات اللي يعيشوا من الفلاحة وينجوا الفلاحة يبيعوا في المواد الفلاحية. حكم لهنا المرأة الريفية محقورة ياسر ومش موصلة صوتها، حبيت أنا نوصل صوتي ونشارك هيك في الجمعية هذه. المرأة الريفية المهمشة ما يخمم فيها حد، معناها الدولة ما نسيتها، فهمت؟ دونك العشرين امرأة هذوما اللي وقع اختيارهم، ما وقعش اختيارهم عشوائيا، عملنا بحث اجتماعي واقتصادي، أخرجنا
شفنا الحالات نتاعهم، شفنا رغبتهم، الوضع الاجتماعي نتاعهم، الوضع التنموي، عائلاتهم، هل عندهم معاقين، هل ما عندهم مش معاقين، لأن أخذنا باش نكونوا أكثر إنصاف، أخذنا 4 أو 5 مؤشرات اللي هما الحالة الاجتماعية معرسة، مطلقة، مازالت مش معرسة، العمر، أخذنا عدد الوليدات اللي يقرأ، وأخذنا لي بارون ا شارج لي زون ديكابي، وعملنا اون كلاسيفيكاسيون ولي 20 بروميير فام كلاسي هما لي فام اللي جيبوا الاوبروجي. المشروع يتمحور ويرتكز على زوز محاور، المحور الاول هو التكوين، والمحور الثاني هو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. مشروع التكوين يهم أساساً لابون غوفرنانس، الديمقراطية المحلية، والحوكمة الرشيدة. المحور الثاني يهم إدماج النوع الاجتماعي في المشاريع التنموية، والمحور الثالث يهم لافيولونس أو العنف المسلط ضد المرأة. أعطاونا نهارات أخرين باش نعملوا تكوين على حقوق المرأة، وباش نعرفوكم على شنية حقوقكم، شنية معناها باش يحضروا معنا محامين، معناها حتى دكتور وكل شيء، معناها عرفونا برشا حاجات اللي احنا كانت غايبة علينا برشا، ما كناش معناها إنسان كان في ظلمة، معناها إنسان وفعلا معناها استفدنا من هالحاجة هذيك. ومشات الاجتماع الاول، جات متحمسه، هي جات متحمسه للمشروع وتحب تخدم، انا شجعتها وكنت معاها وفما وقفت معاها، المدام نتاعي وقفت معاها وقلت لها واصلي واحضر الاجتماعات نتاعك واللي فيه الخير ربي يسهل فيه. انا كي سمعت معناها بالجمعيه كلمته قلت له معناها مسيورة وهكا وهكا، قال لي مثالش امشي انا معاك، معناها وعاوني، معناها حضر لي الارض، جاب لي معناها اللي باش يخدم الحرف هالي، معناها التركتول وكل شيء، معناها كلم اجري معايا، معناها وشجعني قال لي امشي احضر جلسه التكوين، وكي نسمع انا حاجه نحاول ان نوصل له المعلومه، معناها ننفعه، معناها يستنفع معايا، فهمت؟ الهدف منه هو انتاج المواد الفلاحيه باش تعيش هي، لانها تضرت من ديسمبر الى جوان، امورها الماديه والعائليه تدهورت، والزايد باش تبيعوا في السوق، باش يقع تمكينهم من البذور ومن ادوات العمل، الماتريال اللي يجي، ليكيبمون اللي يجي اغريكول، كيف المسحه، كيف الباله، كيف السيكاتور، كيف الى اخره، ثم من مجموعه من اشجار او شجيرات لبلانت اروماتيك اي ميديسينا. قلت لها ما نعملش نحف في الثانيه، نزرعوا البصل، الفول، البطاطا، كل معناها المواد مش يعطوها لنا، معناها كبذور، معناها مش نخدموها في ارضنا. انا ديجا عندي ارض، عندي الماء، مانيش باش نخلص حتى حاجه، باش نعمل هذا المشروع عنده معناها فايض، نقول احنا فما مربوع. قمت بالواجب وجبت التراكتور، حرث الارض، فهمت؟ حذرت الارض، هيئت هالارض، فهمت؟ قلت معناها نبيع وناكل فهمت؟ نستفاد منها. جمعية درة الشمال أعطتني أمل كبير، ونستنا في اللي كنا نعيشوا فيه، مثلا في الحالة النفسية اللي كنا فيها، معناها أعطتنا فرصة كون أنت عبلاستك باش تخدم وتنتج وتستفيد من وتستفيد معناها. انا باش نواصل معاها، باش نواصل معاها للاخر، فهمت؟ باش نواصل معاها للاخر، واليد في اليد، من اجل قوت صغارنا، من اجل تحسين المعيشه نتاعنا.